محمود بيقول لك انجلينا جولي وبراد بيت خلاص هيطلقوا، تنصحهم بايه؟ تنصحهم لما ما هو زي ما فاهم من الاول عشان ما اعرفش اللي هي بتقول عليهم دول. انجلينا جولي هيطلقوا، تنصحهم بايه؟ يا رب عادي والله، كل شيء اسمه نصيب برضه في الاول وفي الاخر. بيحبوا بعض 10 سنين واتجوزوا سنتين، ولما اتجوزوا هيطلقوا. طب فيها ايه؟ احنا عندنا هنا الشاب بيفضل خاطب 16 سنه وبيتجوز شهر وبيطلق. هما يعني هيطلقوا، فانت شوف كده يعني. هما مين دول؟ انجلينا جولي وبراد بيت. ما اعرفهمش. هو راجل واطي اصلا عشان يطلقها؟ لا حرام، الطلاق ابغض الحلال عند الله طلاق. ما ينفعش يا جماعه، على اذن بالاولاد. طيب براد بيت وانجلينا جولي هيطلقوا، تنصحهم بايه؟ لا ازاي؟ براد بنت؟ مين براد بنت؟ انا عارف انجلينا، مش انجلينا جولي دي عارفها؟ عارفها؟ عارفها. تعرف عنها ايه؟ انا اسمع ان ابوها يعني كان اصبا يعني كان اكبر صاحب مصنع جيلي، فيعني هو تسمى المنتج اللي هو الجيلي ده على اسمه، يعني انجلينا جيلي فهو تسمى على اسمه، فده اللي انا اعرفه عنه. هم مين دول؟ هم دول انجيلا وجوليا. انجيلا وجوليا؟ اه مش دول ولاد عم؟ انجيلا وجوليا؟ اه كنت فاكرهم اسماء كلاب؟ اه ولاد عم؟ اه. وبعدين بقى هو اكيد زعلان منها طبعا عشان الافلام اللي هي بتطلع فيها وكده بيبقى ادوارها مش ولا بد، فممكن هو ده يكون السبب في الطلاق يعني. طلاقها من مين؟ من مراد بيت. لا ما ينفعش يسيبوا بعض، يعني مكتوب في الجواز ما ينفعش ادام الزوج كتب وقال بالله، يعني حضرتك ما ينفعش نعيد من الاول. لو براد بيت جاب انجلينا جولي ونزلوا على مصر يصالحها فين؟ يعني ياكلها فين في مصر؟ معلش عيد السؤال تاني. روح عند الركيب بتاع الكوارع. لا بتاع كشري. ممكن عادي ياكلها دوره على كوبري جامعه وياخدها النيل، او ممكن ياكلها فين؟ ممكن ياكلها فول وطعميه عادي. هو ابتدى يطلعوا المقطم، لان هو يعني الجو بتاعهم ما شافوش الجو ده هناك كتير، يعني انت فاهماني، يطلعوا المقطم بقى الحمص الشام، انت فاهماني، مع الدوره يعني الاهرامات. على سفح الهرم؟ على سفح الهرم. تربوا ازاي بس يعني؟ ابوهم هيسيبهم، عيالهم هيحصل لهم ايه بعد الطلاق؟ ايه عيالهم هيحصل لهم ايه بعد الطلاق؟ هيشحطوا، هيبقوا شحاتين وهيسيبوا الاشارات. ايوه حاجه لله بقى و... صح. هيتشردوا يعني. هيتشردوا يعني البنت الصغيره ديت عندها يعني 7 سنين الصغيره دي، صح 7 سنين ديت، يعني دي مثلا اكيد ممكن لو نزلت مصر برده ممكن تبيع مناديل تنحرف. الواد بقى ابنه اندريو، باين اسمه ابنه الكبير اندريو كده 13 سنه. الواد ده انا على فكره يعني لو نزل هنا وحصل الخلاف ده هيشد كله. اه والله العظيم، فاحنا مش عايزين نوصل للدرجه دي يعني. دول نجمين هوليووديين، هوليوود اكيد عارف انا بتكلم، فما ينفعش ان هم يوصلوا للمرحله دي يعني والناس تتكلم عليهم كده. بس انا اتكلمت عليهم يعني عيب. ادعي لهم دعوه حلوه. ادعي لهم دعوه حلوه بس بالانجليزي. اه بس الانجليزي بتاعي على قد. يو هيم انجلينا اند مراد بيلي بير يور سيلف. في الكلام هينزل طبعا الترجمه بتاعتي على بير يور سيلف اند هاو ماتش. لا هاو ماتش دي حاجه، معلش ثانيه واحده. بير يور سيلف بس عشان الصراحه داخل الانجليزي بتاع سنه تعليم مجاني، معلش يعني. هي بتحبك يا انتجيري جيلي، انا بدلعه واديهم رساله، دادي النهارده عيد ميلادي، خد جولي وروح المعادي اشربوا كوبايه زبادي. هي بتحبك يا انت جولي. طب والله انا بنقول لها يا ست انجلينا يعني الواد مراد والله العظيم 10 على 10، ويعني وانت مراد انجلينا برضو يعني قاعده معاك في البيت بقى لها كتير يعني، وما ينفعش انتوا تعملوا مع بعض كده، وانتوا ناس كبيره وناس يعني مشاهير، مش هم مشاهير بان مراد دوت شغال ايه.